في كذا انا بدي اقول لك بس احكي لك شغله خيي هيدي بس خبرك اياها من الاخر ويا رب تفهمني وهيدي رساله من الشعب اللبناني كلياته اليوم طلب توصل لك رساله لتوعه معين عن اوكي من هيدي الرساله بدي انا اطلب منك توعه بالعمليه لا 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 سلم على الجهاز انا خيي بتقفل انتشر هذا الفيديو بشكل واسع في الساعات 24 الماضية على السوشيال ميديا الأشياء بيقوم بدفع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض بعد اعتراضه في أحد المقاهي وقال الشاب إن اعتداءه رسالة من الشعب اللبناني بعد سجال حول انقطاع الطاقة لكن الفيديو تزامن مع عدد من الأحداث المتتالية التي أغضبت البلاد السبب المحدد وراء ما حدث مع وليد فياض كونه وزير الطاقة كان انقطاع الكهرباء التام الذي شهده لبنان يوم الجمعة بعد تعطل آخر منشأتين للطاقة عن العمل نتيجة نفاد الوقود في الدولة وكذلك انتشر الأمر عبر السوشيال ميديا وطالب ناشطون وزير الطاقة تبرير انقطاع الكهرباء لسوء حظ الحكومة اللبنانية أن انقطاع الكهرباء تزامن مع غرق عدد من اللبنانيين بينهم طفلة في زورق للمهاجرين غير الشرعيين قرب مدينة طرابلس مما جعلها الهاشتاج الأكثر تداولا وأشعلت الغضب في لبنان وانتشرت صور الطفلة التي فارقت الحياة ووجه اللبنانيون التهم لحكومتهم بالتسبب في ازدياد محاولات الهجرة بسبب حالة البلاد بين هذا وذاك هاجم الرواد السوشيال ميديا عددا من السياسيين في البلاد وتوجه بعضهم للآخر للإشارة بأن سياسي البلد الذي يعاني فقرا مدقعا يتربعون على ثروات هائلة وانضم إلى هاشتاج طرابلس وهاشتاج وليد فياض هاشتاج آخر يقول دولتي فعلت هذا بينما اندلعت بعض الاحتجاجات في مدينة طرابلس نتابع دعونا نقرأ وياكم بعض التعليقات التي وردت على الفيديو انقطاع الكهرباء قارب الهجرة ونبدأ من جينا التي علقت على ضرب الوزير وقالت من اعتدى على الوزير ليس ناشط هذا أزعر وبلا أخلاق ولا يمثل شرفاء لبنان الاعتداء بالضرب ما هو إلا تشويه لصورة الناشطين أما فاطمة فقالت هنا ماذا قالت ما بيصير ينضرب الوزير بس بيصير بال2022 تعيش العالم 6 أيام بلا كهرباء ولا مي بكفي تنظير الشعب موجوع ومقهور ومحترق ومن كامل قال من غير المقبول انه يكون سهران بشي قهوة وكل شعبه ما عنده لمبة يسهر عليها من غير المقبول يكون هو عم يدفع كل يوم ثمن اكله وشربه في مكان عام وشعبه ما معه ثمن ربطة خبز اذا وجدت اخيرا علقت بانا هنا وقال قالت الهجرة غير شرعية أما سرقة أموال الناس تفجير مرفأ بيروت التهريب التجويع الموت اللي على أبواب المستشفيات فقدان الدواء تهجير الشباب اللا كهرباء السلاح المتفلت هذه كلها شرعية دعونا نتوسع في الحديث أكثر الآن مع ضيفنا ينضم إلينا الآن من بيروت الأكاديمي والناشط المدني الدكتور باسل صالح دكتور باسل أهلا بك معنا بداية أود أن نستمع إلى تعليق منك كونك ناشط مدني ما رأيك في هذا الفيديو الذي انتشر بشكل كبير وأثر موجة على السوشيال ميديا بالاعتداء بدفع وزير اللبناني وزير الطاقة؟ مساء النور بداية يعني هو نحن نشهد الآن مراحل التحلل في الدولة وفي المجتمع اللبناني وهي ظواهر بدنا نشوفها وهي رح نشوفها بشكل بوتيرة متسارعة بالأيام القادمة وبالأشهر القادمة حتى يعني أي وزير ممكن أنه يتم الوصول له أو نائب أو أي مسؤول بالدولة ممكن يواجه نفس المصير اللي واجهه وزير الطاقة هلأ وزير الطاقة طبعا نحن
وقت عم نتكلم عنه عن وليد فياض. وليد فياض ليس بشخص فقط، هو ممثل لتيار سياسي يعني كان موجود بوزارة الطاقة لأكثر من عقد من الزمن، هو محسوب على جبران باسيل، وشفنا النتائج يعني كما أشرتم في التقرير أنه بيروت ولبنان بشكل عام خارج التغطية الكهربائية من أكثر من يوم، يعني من قبل يوم الجمعة هو فعليا، بالإضافة إلى أنه قبل هاي الفترة كانت عم تجي ساعة أو ساعتين بال 24 ساعة، وبالتالي في سلوك فعلا سلوك استفزازي للناس في يعني يمكن يجوز كشخص الوزير نفسه يعني الوزير فياض يمكن هو ما بيتحمل مسؤولية تبعات لسنوات وسنوات من مراكمة الكوارث والمصائب على مستوى وزارة الطاقة، إلا أنه هيدا بخوله يستقيل من الحكومة وليس أن يمارس طيب حياته بشكل عادي. هل ستنحل الأزمة دكتور باسل؟ وأنت قلت بأنه هي أزمة يعني منذ سنوات ومركبة ومعقدة وما إلى ذلك، ولكن هل هذا يبرر يعني تعدي بهذا الشكل على الوزير؟ بغض النظر المسألة ليست تبرير بالتعدي أو رفض لهذا التعدي، المسألة أنه في أمر واقع حاصل في لبنان وهو تحلل الدولة، وهو فوق هذه وتلك هي في المواطنين اللبنانيين أو الشعب اللبناني بمجمله عم بيعيش أزمات متنقلة، عم بيعيش مصايب وكوارث بواجهها يوميا في ظل طبقة حاكمة هي منفصلة تماما عن مصير الناس وعن مصائب الناس وعن الحياة اليومية والحاجيات اليومية التي يعني الشعب اللبناني بحاجة إلها كما أي شعب آخر. فهو هون المشكلة في هذا المكان فعليا، وليست في وزير بالزائد أم وزير بالناقص، كما وأنه أصلا مسألة يعني المواجهة المباشرة والمفتوحة مع الوزراء هي ليست مرتبطة فقط في لبنان، بالعكس شفنا كتير ناس من اللي عم يرفضوا المواجهة مع وزير أو التعدي على وزير الطاقة كانوا يهللوا لا تعدي على وزراء في دول أخرى. طيب دكتور باسل، ولكن هناك كانت أزمات أخرى. نعم. نذهب بعيدا، موضوع غرق الزورق الذي كان يحمل عدد من المهاجرين غير الشرعيين. صحيح. قبالة سواحل طرابلس، وهذا الموضوع أثار أيضا جدل وغضب حتى في طرابلس. ما الذي يحدث الآن في طرابلس دكتور باسل؟ صح. يعني فعليا في توتر، في توتر على مختلف المستويات يعني على مختلف مستويات ومناطق اللبنانية، بس انه تحديدا في طرابلس لانه صار هيدا يعني حادثة الغرق اللي صارت امبارح، وهي ليست الأولى من نوعها، كما في حوادث كتير مشابهة صارت بالسابق ومات اللي مات ورجع اللي رجع أو بقي حيا، إلا أنه يعني الكلام اللي تم نشره والكلام اللي صرحوا فيه بعض من كانوا متواجدين على المركب عندما قالوا بأن الجيش اللبناني أو طرادات الجيش اللبناني يعني أصرت أو أغرقت القارب عمدا هو ما أجج الوضع أكثر من الحادثة فعليا، الحادثة المأساوية. فهي يعني بالسياق اللي بدنا نشوفه هو سياق أنه طرابلس هي المدينة يمكن من أفقر المدن الموجودة على محيط البحر المتوسط، وهي من أعرق المدن. عم نشوف، ولكن كانت هناك تصريحات دكتور باسل بأنه لن يكون ربما تحقيق في هذه الحادثة، مع ذلك يعني إلى أين يمكن أن يمتد الوضع والتوتر اليوم دكتور باسل وما تشهده مدينة طرابلس؟ التوتر والوضع طبعا مفتوح بطرابلس أكيد، وكما وأنه يعني حتى إذا صار تحقيق، التحقيق لن يكون بالشفاف ولن يكون بالمقبول عند مجمل الشعب اللبناني وعند الشعب الطرابلسي تحديدا، لأنه شفنا يعني شفنا حوادث متفرقة، شفنا حتى بالانفجارات السابقة التي طالت أحد جوامع طرابلس، شفنا طلعت نتيجة التحقيق ولم نصل إلى مكان فعليا بتحقيق العدالة، كما وأنه شفنا جرائم متنقلة منها وعلى رأسها انفجار مرفأ بيروت، كمان التحقيق لم يصل إلى نتائجه المرجوة، لم يصوب فعليا أو لم يتهم فعليا أحد الأشخاص، بل أنه تم تغطيته وتم عرقلته من قوى سياسية موجودة في الحكومة اللبنانية، وهو ما يؤكد
يؤجج الوضع أكثر، وهو ما يعني يضع طرابلسيين أمام حقيقة لا يمكن تفاديها، وهي أنه التحقيق لن يصل إلى أي مكان، وحتى لو وصل إلى مكان ما لن يتم توقيف أي أحد. شكرا لك دكتور باسل الصالح الأكاديمي والناشط المدني، كنت معنا من بيروت.